الصوت واضح، هما اللي يقولوا لي كده الصوت واضح. لا الصوت، الصوت رجع تاني. لا مش واضح دلوقتي حاليا يا دكتور محمد. كده الصوت واضح يا شباب؟ كده كده الصوت وصل يا دكتور. تمام كده وصل؟ نبدأ؟ أبدأ كده يعني؟ شالوا ستارت؟ نبدأ؟ قولوا لنا يا شباب نبدأ؟ يا دكتور. تمام اعتقد كده الصوت بدا. تمام احنا النهارده كده السيشن بتاعتنا عن الفارماسي بيزنس مانجمنت. اوكي، زي ما حضراتكم متعودين من بيباك ان احنا كنا بنعمل الاول سيشن بالنسبه للزملاء الميديكال ريب او الصيادله اللي موجودين از في السيلز والماركتنج في شركات الادويه. النهارده السيشن عندنا مختلفه شويه، احنا هنتكلم عن اداره الصيدليه او الفارماسي بزنس مانجمنت. اوكي، احنا بيباك ده الويب سايت عندنا، وان شاء الله هتلاقوا القناه بتاعتنا موجوده عليها تسجيل المحاضره دي ان شاء الله. اوكي، احنا هنتكلم النهارده عن موضوع الفارماسي بزنس مانجمنت. هنتكلم عن انترو، يعني ايه فارماسي بزنس مانجمنت، يعني ايه فارماسي بزنس مانجمنت از انفستمنت بورتفوليو، ازاي ادير الصيدليه بتاعتي از بزنس مان. في نفس الوقت ايه التشالنج والاوبورتيونيتي اللي موجوده في سوق الصيدليات سبيشال الانديفيدوال في مصر وفي الوطن العربي، ازاي اتعامل مع الصيدليه ان انا اعمل منها بروفيت، ده جزء. ازاي اعمل فارماسي بلاننج، ازاي اعمل فارماسي اورجنايزنج واعمل اوبريشن للصيدليه عندي وماركتنج، بعد كده ازاي ادرب الاستاف عندي، وفي الاخر خالص ازاي ايفالويت انا ناجح في اداره صيدليتي ولا لا. في الاخر خالص هتعلم اعمل بزنس بلان. لو حضراتكم موجودين معايا على الشات انا هلونش كده كوتشينير واستاذنكم تجاوبوا على الكوتشينير اللي قدام حضراتكم ده. اول سؤال بيقول لحضرتك هل انت فعلا بتعمل تارجت مانثلي وانوالي للصيدليه عندك؟ يا ريت حضراتكم تختاروا اجابه يس نو تو سام اكستنت الى حد ما. طب هل حضرتك عارف الفاست موفينج ايتمز في الصيدليه عندك؟ عارف الفاست موفينج كاتيجوريز في الصيدليه عندك؟ ممكن نجاوب. اللي بعدها Do you know the most profitable category في الصيدلية عندك؟ أكتر كاتيجوري بيكسبك؟ طب هل أنت بتعمل annual financial analysis للصيدلية عندك؟ طب عندك parameters تقدر تحكم بها على السبلاير اللي أنت بتتعامل معاهم؟ أوكي؟ نبدأ كده نجاوب الأسئلة كده يا جماعة؟ الأسئلة موجودة لو حضرتك عايز تقول معانا اكتب على الشات. هل عندك انيوالي تارجت للصيدليه عندك؟ ايه رايكم؟ اكتبوا على الشات يا جماعه. Do you know the fast moving category in your pharmacy؟ عارف اكثر كاتيجوري شغال عندك في الصيدليه؟ طب Do you know the most profitable category؟ اكثر كاتيجوري بيكسبك كصيدلي؟ طب انت عارف الاول تعمل financial analysis لصيدليتك سنوي؟ اللي بعدها عندك بارامترز بترانك بها الصيدله او سوري السبلاير. طب انت عارف اكشولي او عندك سيستم يقول لك الانفنتوري سيستم ويقول لك ايه الحاجات النيرلي اكسبايرد في صيدليتك. بعد كده عندك كلير جوب ريسبونسابيلتيز للستاف اللي شغال معاك. بتعمل تريننج بروجرام للصيدله او الاسيستنت اللي بيجوا يشتغلوا معاك اول ما تبدا. عندك بروموشنال بروجرام للصيدليه. طيب انت عندك سيزونال اوفر بتعمله لصيدليتك ولا لا؟ هل عندك سيستم بتراك الكاستمر كسي ار ام؟ اخر سؤال
عندك ستاف ريوردنج سيستم، يعني عندك انسنتف سكيم. ايه رايكم؟ تمام. اوكي، كم واحد عنده كم واحد يا جماعه الموضوع ده بالنسبه له يعني عدد الاسئله يس حوالي 6 من 12. هو ده كده يا جماعه موضوعنا النهارده عن الفارماسي بزنس مانجمنت. اوكي، الفارماسي بزنس مانجمنت احنا بنتكلم الاول ان انت كصيدلي انت بتشتغل في بزنس. بزنس مينز انك بتعمل ايكونوميك اكتيفيتيز عشان تطلع منها بروفيت. ده اول جزء في شغل الصيدلي. الدكتور بيشتغل بزنس، لكن الدكتور بيشتغل مينلي هو كونسلتنج وسيرفيس. الصيدلي هو الوحيد في مجال الميديكال لا اللي بيشتري بضاعه ويخزنها ويرجع يبيعها تاني. فاحنا عايزين نشوف الصيدلي النهارده من وجهه نظر ثانيه خالص. وي ار فارماسيست، احنا صيدله اه، بس احنا عايزين نشوف شغلنا من وجهه ان احنا بزنس مان. فاحنا شغلانتنا كلها في الصيدله هي عباره عن كوميرس. كوميرس مينز تجاره. الصيدلي له وجهين اثنين. الوجه الاول هو بزنس مان، هو بيشتري بضاعه او ميديسن وبيرجع يبيعها تاني للبيشنت. ده اول جزء. الجزء الثاني في شغل الصيدلي هو ميديكال ادفايزر، هو بيشنت كونسلتنج سيرفنج ديسبنسنج الميديسن. يبقى كده الصيدلي هو اللينك بين شركات الادويه والبيشنت. زاويه الصيدلي او زاويه الصيدليه اذا ما كان شركات الادويه مش هتقدر توصل البرودكت بتاعها للبيشنت. وكده الصيدلي بياخد معانا جزء مهم جدا في حاجه اسمها السبلاي تشين مانجمنت في شركات الادويه. ان انا كشركه شركه ادويه بتجيب رو ماتيريال بتصنعها بتوزعها للديستريبيوتر، الديستريبيوتر بياخدها يوصلها للصيدلي اللي هو ريتيلر عشان يوصلها للاند يوزر اللي هو بيكونسيوم البرودكت. يبقى كده اهميه الصيدلي عندنا هو اللينك بين شركات الادويه والبيشنت، هو الجيت لسوق الدواء في العالم كله. طب نرجع نقول ان الصيدليه فيها ثلاثه اكتيفيتيز مهمين جدا لازم الصيدلي يماستر ذيس اكتيفيتي. اول اكتيفيتي منهم ازاي يشتري البضاعه بتاعته، ده اسمها بريشيزنج سبلاينج اوردرنج. بعدها ازاي يخزن البضاعه بتاعته، فده اسمها انفنتوري مانجمنت، واكيد كل الصيادله بيشتكوا من موضوع الاكسبايري والستوك كنترول. بعد كده الصيدلي بيسيل الميديسن او بيبيع الدواء، فده محتاج منه ماركتنج وميرشندايزنج ومحتاج منه بعض الاكتيفيتي. يبقى احنا كده تاني احنا عندنا ثلاثه اكتيفيتي، باي وستورج وسيل. نقولها تاني كده، احنا باي وستورج وسيل. ده الاكتيفيتي اللي انا هشتغلها كالصيدليه، وبالتالي انا بعمل بزنس مانجمنت، يعني انا بدير الصيدليه بتاعتي از ريسورسز. عشان كده بنقول لحضرتك خلينا نقول ان مجال الصيدله احنا اوير بوك، لكن احنا عايزين حاليا ندخل البيزنس وورلد، ان انا ادير صيدليتي از بزنس. انا مانجر اوكي، موجود عندي ريسورسز جوه الصيدليه. ايه الريسورسز الموجوده عندي كصيدلي؟ اول حاجه انا عندي ستاف موجودين معايا، عندي برودكت كاتيجوري موجوده على الرفوف عندي في الصيدليه، معايا فلوس كاش او في البنك، عندي ميديسن اوكي دواء بينكتب في السوق، عندي بيشنت، عندي دكتور انا اقدر اتعامل معاه. ازاي ادير الجزء ده عشان اقدر اطلع بروفيت للصيدليه عندي وصيدليتي تقدر تكسب؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في السيشن معانا النهارده. اول جزء منهم انت عندك ستاف وماني. الستاف انت ممكن تركروت بعض الناس من ريليشن شيب بينك وبين البيشنت او المنطقه اللي انت فاتح فيها. عندنا الكاتيجوريز هي البرودكت، عندنا الماني هو البنك انا بجيبه من البنك، وعندنا الانفورميشن عن السوق والليجل والكومبيتيتور بيشتغلوا ازاي والدكاتره بتكتب ايه وما بتكتبش ايه. هي دي كلها بنسميها ريسورسز. لو انا قدرت امانج الريسورسز عندي فلوسي والصيدليه والبنك والستاف اللي موجود عندي عشان اقدر احقق بروفيت، يبقى انا كده بقدر امانج الصيدليه. لكن في الواقع ان الصيدليات شغلها الفتره دي مش سهل جدا على فكره، لان الصيدليات بيبقى عندها مشكله اول حاجه في الكومبيتيشن. ده اول واحد، في اذر فارماسيز بيكومبيت معايا. الثاني في فارماسيوتيكال كامبانيز كتيره جدا، فانا هتعامل مع مين ولا مين ولا مين. الثانيه الليجل والام او اتش اوكي،
اللي هو وزارة الصحة والسنديكيتس نفسها النقابة عندكم عاملة مشاكل كبيرة مع بعض الصيادلة. الثانية الفيزيشن، كل دكتور بيطلب كاتيجوري معين عايز يكتبه، فأنا هوفر كل الأدوية إزاي؟ بعد كده المستشفيات بدأت تكمبيت معايا وتعمل صيدليات داخلية. بدأ البيشنت والسوسايتي يختلف وجهتهم للصيدلي، بدأ عندي تندر وانستتيوشن وانشورنس، بدأ يبقى عندي مشكلة في الماني سبلاي. كل التشالنج اللي بتقابلها ديت انت ممكن تحولها بالنسبه لك او تاخدها از اوبورتيونيتي. لو انا مثلا سي عندي كومبيتيشن زي ما احنا قلنا، في صيادله كتير بيكومبيت معايا في الماركت اللي انا شغال فيه، عندي فارماسيوتيكال كامبانيز موجوده كتير، عندي الام او اتش اوكي وزاره الصحه، عندي البيشنت عند الدكتور، انا ممكن اقدر اغير ده. لو انت عندك كومبيتيشن فانت ممكن تو اد فاليو وتبقى اكسيدنج الكومبيتيتور اللي موجودين عندك في الصيدليه، وده جزء هنتكلم عنه. لو انا عندي فارماسيوتيكال كامبانيز فده هتديني ميني برودكت، فهتديني اختيار ان انا اختار الموست بروفيتابل كاتيجوري. لو انا عندي مشكله في الليجل، لا بالعكس الليجل هو اللي هيريجوليت الماركت وهيخرج الناس اللي بتشتغل الليجل او ان اف. طب انا عندي فيزيشن اوكي، عندي فيزيشن فده هيعمل لي هاي ار اكس برو هاي ار اكس فاليو، فبالتالي انا اقدر اشتته اقدر اكسب منها كويس. بعد كده البيشنت لو هم موجودين بيطلبوا مور ريكويرمنتس انا اقدر اكسب منهم اكتر. بعد كده ممكن اشتغل معاهم او تو سي، بعد كده انا ممكن اتعاقد مع تندر او انستتيوشن، بعد كده انا عندي ميني بانكس. فكده الاوبورتيونيتي موجوده للصيدلي ان هو يقدم فاليو، يقدم اكتر من برودكت، يسيرف الكاستمر في كل الكاتيجوري سواء الاو تو سي او الار اكس، يقدر يجيب اكتر من فاليو في الار اكس بريسكريبشن للدكتور، بالتالي قدامه اكتر من بنك يقدر يسبلاي بالماني. كده الصيدلي بنقول عليه هو الجيت اوف ذا ماركت، هو لينك، هو سيرفيس، هو انفورميشن. كده الصيدلي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا في سوق الدواء، لان ده الوحيد اللي بيشتري كميه كبيره من الادويه ويبيعها على سمول ايتمز، ده اول واحده. فهو بيعمل لي لارج اسورتمنت او كاتيجوريز كتيره موجوده جوه الصيدليه، وهو اللي يقدر يديسيمينيت انفورميشن للبيشنت عن الدواء الجديد اللي موجود، هو اللي بيعلم البيشنت. هو كمان اللي يقدر يعمل كريدت فاسيلتيز للشركات وهو بيدفع من الفلوس عنده او من الماني عنده. كده هو بردك اللي بيقدر يوصل البرودكت للبيشنت از ديليفري او هو ذا نيكس. طيب هو ايه المشكله بقى؟ طب ازاي الصيدلي يقدر يتعامل مع التشالنج ويقدر يتعامل معنا في نفس الوقت مع الاوبورتيونيتي، سبيشلي ان احنا بقينا بنكومبيت مع مجموعه من الفارماسي تشين، مش بكومبيت از انديفيدوال. هنا نقول لحضرتك لازم تفكر في صيدليتك از انفستمنت بورتفوليو، يعني الصيدليه لها بيع، البضاعه لها تكلفه، التكلفه دي هطلع منها بروفيت. اوكي؟ فاحنا اي صيدلي هو عايز ثلاث حاجات، عايز يو ماكسمايز بيعه، يزود بيعه، ده اول واحده. يبقى انا عايز ماكسمايز السيلز، مينيمايز الكوست، وبالتالي اجيب بروفيت. تاني انا عايز كصيدلي ازود بيعي، اقلل تكلفتي، بالتالي اماكسمايز البروفيت. اول جزء عشان تعمل الجزء ده انت لازم تعمل فارماسي بلاننج، يعني لازم تحدد مانثلي ويكلي تارجت بلان في صيدليتك وبير شيفت ايفن حتى. اوكي، بعد كده لازم تحط تارجت بير كاتيجوري، كل كاتيجوري عندك من الادويه لها تارجت، وتحدد ايه الموست بروفيتبل كاتيجوري عندك. فبالتالي يبقى عندك كاش كاو ايتم، دي اكبر ايتمز بتعمل بيع عندك في الصيدليه، وتقدر ترفع بعض ايتمز ثانيه ان هي تتحول لكاش كاو. انا لازم احدد كمان عندي في صيدليتي كل كاتيجوري من الكاستمر بياخد اي نوع من الادويه، ولازم اركز كمان على الاو تو سي الفاست موفينج لانها مور بروفيتبل بالنسبه لي. ده اول جزء ان انا احقق البروفيت. الجزء الثاني انا لازم احدد الاول انا هاوبريت صيدليتي ازاي، 12 ساعه ولا 24 ساعه، يعني هشتغل شيفت ولا شيفتين. بعد كده لازم احدد هم مين الصيادله او الستاف اللي هيشتغل معايا سواء اسيستنت او صيادله. اوكي، وبالتالي لازم احدد جوب ريسبونسابيلتي لكل شخص على كاتيجوري معين هو اكسبرت فيه، واعمل ليستنج للصيدليتي واسورتمنت عشان احدد الاصناف. لازم ارتب اللاي اوت بتاع الصيدليه عندي، لو انا هشتغل او تو سي عشان الترافيك اوكي لازم ارتب صيدليتي وشكل الكاونتر بالنسبه لي. لازم يكون في شوبينج سبيس لو هتشتغل او تو سي عشان الناس تقدر تتحرك فيه.
لازم تعتني بنظافة الصيدلية وريحتها وشكلها والستايل عندك، لازم تقدم سيرفيس أكتر من الدواء بس، زي مثلا قياس الضغط، الوزن، الشيك أوت على السكر، كل ده لازم تعمله. يبقى احنا كده، احنا كده بنرتب صيدليتي ان انا هعمل لها بروفيت في البلاننج وفي الاورجنايزنج. طب انا لازم اعمل ماركتنج، فلازم احدد ايه المين فاليو او الكومبيتيتيف ادفانتج للصيدليه عندي. لازم احدد الاول، اعمل اوت دور وان دور اكتيفيتي جوه الصيدليه عندي، سواء اوت دور او ان دور. اوت دور ان انا اعمل يافطه للصيدليه عندي او اعلانات، او ميرشندايزنج ان دور جوه الصيدليه، ازاي اتعاقد مع بعض الشركات ان هي تجيب لي رول اب ستاندات جوه الصيدليه عندي. بعد كده لازم اركز على الاوفر والسيزون، اوكي، ولازم اركز ملي حاليا على الديجيتال ماركتنج، وبالتالي اقدر اعمل اكتيفيتي زي كامبين توعيه لمرض السكر. دكتور بعد اذن حضرتك، الصوت راح يا دكتور، معلش الصوت هنا، الصوت كده رايح خالص، مش سامعين حاجه. الصوت تمام يا شباب؟ ايوه كده يا دكتور، الصوت كويس. طيب كده خلاص، احنا خلصنا، احنا كده في البيزنس بلان للصيدليه عندي، ازاي احدد ايه الكومبيتيتور، ايه التشالنج، اعمل سوات اناليس لصيدليتي، احدد الكي بي ايز، وابدا اشتغل في بلان كامله للصيدليه. اوكي، احنا كده خلصنا الجزء ده. احنا عايزين بس الاول حضرتك نسمرايز، احنا عايزين نسينك از بزنس مان بروفيت، لازم احدد الكاتيجوريز للصيدليه، لازم احدد انا هاوبريت 24 ساعه ولا 12 ساعه، لازم احدد الايمج لصيدليتي والماركتنج اكتيفيتي، لازم اترين ومانج الستاف عندي، بعد كده لازم اقيم الصيدليه. احنا هنفتح لكم الاسئله بقى، اللي عايز يسال سواء على الشات او على الشات او فويس، اتفضلوا. لو الصوت واضح اتفضلوا، او يسأل على الشات. شباب انا معاكم في اي تساؤل. شباب مفيش اي تساؤل؟ واحنا بس دكتور محمد معلش، الجزء اللي مكان الصوت مقطوع يعني احنا ما كناش سامعين خالص. طب هو ده هيبقى في التسجيل يا دكتور، بس هل في حاجه جزء عندك انت عايز تساله؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور شهاب، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور فتح الله، ازي حضرتك؟ طمنا عليك. حضرتك معلش ممكن واضح كده، سامع حضرتك كويس؟ ممكن بس اسال حضرتك سؤال بالنسبه للكاتيجوريز في الصيدليه في الاحجام الصغيره في مصر،
دي ظبطوها ازاي ممكن كمرشن صوتك دايزنج؟ شويه يا دكتور فتح الله؟ سامعني كده يا دكتور محمد؟ ايوه سامعك اتفضل. بقول لحضرتك تطبيق المرشندايزنج والكاتيجوريز في الصيدليات اللي حجمها بيكون صغير في مصر مثلا، الصيدليه في مصر بيكون حجمها صغير المساحه دي، ممكن نتغلب على النقطه دي ازاي؟ انا ما سمعتش الجزء الاول يا دكتور فتح الله معلش. بقول لحضرتك يا دكتور مساحه الصيدليه في مصر حجمها صغير ايوه ما تمام، صغير. فازاي اظبط الكاتيجوريز ما هو احنا نقدر والمرشندايزنج؟ نعمل لاي اوت للصيدليه يا دكتور، نظبط اللاي اوت للصيدليه عندي. لازم هو مشكله في مصر ان الصيدلي بياخد المساحه بتاعت الصيدليه عنده بياخدها كلها ستورج سبيس، صح؟ حضرتك مظبوط. سامعني؟ اه. وبيتجاهل حته اسمها اللاي اوت، ده ممكن يعمله في تصميم الصيدليه عنده، ان هو يعمل لاي اوت انترنس ويعمل مكان اسمه شوبينج سبيس ويخلي الكاونتر على شمال الصيدليه، فبالتالي يدي مساحه لو هو هيشتغل او تو سي ان الصيدلي يعمل زي يعني ياخد رحله جوه المكان، وده هيعلي عنده الترافيك. ده محتاج يا دكتور ان هو يظبط اللاي اوت للصيدليه، وممكن الزملاء اللي اشتغلوا في تشين قبل كده يعرفوا ان في حد بيصمم اللاي اوت للصيدليه، وهو موضوع سهل ان تقدر تظبط اللاي اوت للصيدليه عندك وتمينيمايز الاستورج في اماكن يا دكتور فتح الله اسمها الهوت سبوت وفي اماكن اسمها الديد سبوت، فالتخزين ممكن يبقى في الرفوف فوق او تعمل زي ما احنا بنقول في مصر عليها صندره، فبالتالي تقدر تدي مساحه اكبر للصيدليه عندك. اتفضلوا. ها كده الصوت واضح ولا انا عندي مشكله؟ اللي عنده سؤال يا جماعه ممكن يقوله على الشات. في حد من الزملاء عنده تساؤل؟ شباب في حد من الزملاء عنده تساؤل؟ ازاي يا دكتور لو في سلسله صيدليات قريبه مني وبتعمل خصومات وخدمات اقدر ازاي اقدر اواكب ده؟ اوكي يا دكتور، ده اكيد ان انت لازم تدرس الكومبيتيتور عندك كويس، الصيدليه ديت ايه البنفيت اللي بتقدمها؟ لو حضرتك سامعني قول لي اوكي انت سامعني. اوكي لازم تدرس ايه البنفيت اللي الصيدليه دي بتقدمها او التشين، وتبدا تاد فاليو. يعني الصيدليات او السلاسل هي ليه بدات مميزه؟ لانها بتقدم حاجه اسمها شوبينج اكسبيرينس عاليه للكاستمر. الكاستمر بيدخل يلاقي اللاي اوت، يلاقي شكل الصيدليه، بيلاقي المكان. وعلى فكره سلاسل الصيدليات بتعمل خصومات على بعض الاصناف اللي هي مش دواء، ما بتعملش اصناف خصومات على دواء، فعشان كده انت ممكن تعمل الكلام ده، وده بنسميه كروس سيلينج. يعني تدي خصم على ديودرانت او وات ايفر كريم، لكن ما تديش خصم على دواء، وكده يبقى الكاستمر ساتسفايد وخد عندك خصم. دي اول جزء. الثاني ايه المين ادفانتج اللي الصيدليات للتشين بتقدمها؟ بتقدم لاي اوت، بتقدم خدمه ما بعد البيع، بتقدم سيرفيس، بتقدم ديليفري. انت حضرتك لازم تو اكسيد في الجزء ده. فمحتاج يا دكتور انك تفكر بنفس فكر السلاسل. حتى لو انت شغال في انديفيدوال فارماسي لوحدك، فانت بتدير البيزنس زي ما احنا اتكلمنا على الخطوات كده، ودي لازم لها بزنس بلان، فلازم حضرتك تفكر في صيدليتك انك تعمل لها ماركتنج، تعمل فاليو، تاد فاليو لصيدليتك، كل ده لازم تشتغله. عمرك ما تقدر تأكسيد التشين لانها لها ماركتنج اكتيفيتي هي بتعملها ريجولار. اوكي؟ حد من حضراتكم عنده تساؤل تاني؟ حد من حضراتكم عنده تساؤل يا دكاترة؟ أنا معاك اتفضلوا. على فكرة السيكتور ده يا جماعة يعتبر جديد بالنسبة لكم في مجال الصيدليات الاندفيدوال، لكن اللي اشتغل منكم ازاي اقدر احدد التارجت. اوكي تارجت الصيدلية دكتورة بيتم بناء على حاجات، لو انت قديمة وصيدليتك قديمة فبناء على الهيستوري عندك، يعني انت بتبيعي بكام وهتقدري تعملي انفستمنت في كاتيجوري بنسبه 20 30%، فكده هتحددي. والتارجت في الصيدليه كمان بيتحدد بناء على حاجه اسمها تكلفتك او البريك ايفون بوينت بالنسبه لك. انا اقدر اغطي تكلفتي ايجاري ومرتبات الناس والضرايب والكهرباء والميه قد ايه؟ التارجت ده اول حاجه. طب لو انا فاتح في صيدليه جديده
صيدليه في منطقه جديده، احط تارجت بناء على ايه؟ التارجت اللي حضرتك بتحطه بناء على اقرب صيدليه موجوده في المكان عندك. بتسال هي شفتها كام؟ وتبدا تشتغل. فالتارجت عندكم جزئين، لو انا قديم ده بناء على هيستوري اوف سيلز عندك انت بتقدر، وبناء هتنفست في اي كاتيجوري. لو انا جديد خالص قدامك حاجتين اثنين، اقرب صيدليه ليك، الثاني لازم تحط نقطه اسمها بريك ايفن بوينت، يعني تغطي تكلفتك خلال قد ايه عشان تبدا تكسب. لا اما كده لو انت ما حطيتش تارجت الصيدليه هتخسر معاك وهتكسر عليك زي ما احنا بنقول في مصر شهر واثنين وثلاثه تلاقي نفسك بتخسر. اتفضلوا لو حد عنده تساؤل تاني. نعرف ان مشاكل الصيدليات اكتر من كده بكتير، مش عندكم بس، في مصر وفي الوطن العربي كله. حد من الزملاء عنده اي تساؤل؟ شباب انا معاكم، حد من الزملاء عنده اي تساؤل؟ طيب عموما احنا كده خلصنا السيشن بتاعتنا. اتفضل، لو الصيدليه موجوده في مكان ذو قوه شرائيه ضعيفه او بالتقسيط، ايه الحل في الوضع ده؟ بص يا دكتوره، انت لما بتيجي تختاري الصيدليه، او يا دكتور لما بتختاري الصيدليه بتختارها اكوردنج ل، وده جزء في اختيار الصيدليات على فكره، انك تختارها في منطقه فيها عدد بيبيوليشن كتير وبريشيزنج باور قوي. ده اول حاجه. طب لو الصيدليه عندي البريشيزنج باور عندها ضعيفه، يبقى حضرتك هتضطر تشتغل في كاتيجوريز سعرها قليل عشان تعرف تبيع. ده اول حاجه. يعني مش هينفع اروح افتح في صيدليه في منطقه شعبيه وابيع براندات. حضرتك تبقى عارف كده، ان انت هتشتغل بطريقه لو كوست. لو كوست يعني انا ارخص بضاعه موجوده في السوق، هدور على الخصومات عشان اقدر اعمل لهم اعلى اسعار، يعني اقل، سوري، على فاليو لكن اقل اسعار هم ممكن ياخدوها. لان مثلا لو حضرتك البريشيزنج باور زي ما حضرتك بتقولي كده، ان حد داخل عايز ياخد لابنه انتي بايوتيك وانالجيسيك وهو كل ما قيمته 50 جنيه، صح؟ كل ما في ايده 50 جنيه، يبقى ده حضرتك مختلف خالص عن حد موجود كل ما قيمته 300 جنيه. فحضرتك انا هوصل له حاجات، هوصف له حاجات وما اوصفلوش حاجات ثانيه. ممكن توضيح تارجت الصيدليه مع البريك ايفن بوينت في مثال توضيحي يا دكتور؟ اه يا فندم، لو حضرتك في صيدليتك مثلا بتكلفك 5000 جنيه ايجار، 1000 جنيه كهرباء وميه، 1000 جنيه كهرباء وميه، مثلا 4000 جنيه لصيدلي تاني، حوالي 12000 جنيه. لو قسمت 12000 جنيه دول كفيكسد كوست على ال 30 يوم، يبقى انت ات ليست لازم تغطي تكلفتك تبيع بضاعه ب 400 جنيه مكسب في اليوم. كده وضحت؟ يبقى 12 على 30 ب 400 جنيه، دي فيكسد كوست. يبقى لازم اجيب بضاعه مكسبها يساوي 400 جنيه. الدواء بيكسب 20%، ف 400 جنيه دول بيمثلوا مبيعات 400 في 4 1600 جنيه. احسب كده 1600 جنيه في 30 يوم، يبقى الصيدليه دي ات ليست لازم تبيع لها ب 80000 جنيه في الشهر. او 1000، احسبوها بقى كده 1600 في 30، سوري، لا يبقى 30 و6 48000 جنيه. هو ده كده بناء على البريك ايفن بوينت للصيدليه. وفي الحاله دي يا دكتور انت لا كسبت ولا خسرت، انت محتاج تعلي بيع السيلز عندك وتعلي شفتك عشان تبدا تكسب. اي تساؤل تاني يا شباب؟ طيب انا هستاذنكم، انا هسيب لكم لينك الفيديو اوكي على قناتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. اي زميل هيشوف الفيديو وحابب يعلق على اي كومنت يسال. اقدر اعلي البيع ازاي؟ حضرتك تقدر تعلي البيع يا دكتور بطريقه البلاننج اللي احنا اتكلمنا عنها الاول. الاول لازم تعرف تقسم صيدليتك لكاتيجوري. بعد ما تقسم صيدليتك لكاتيجوري تشوف الفاست موفينج ايتم وتبدا تركز فيها وتعمل عليها عروض وخصومات واوفر زي الكوزماتكس او وات ايفر الاوتو سي. بعد كده لازم تدور على سبلاير يديك البضاعه دي باقل سعر. كده بعد هيبدا يزيد. يعني انت لو انت بتبيع جاست، بيع ان انا ببيع بس، ده حضرتك صيدلتك مش هتعلى. انت لازم تحدد ايه الفاست موفينج وايه الاوبورتيونيتي في المنطقه اللي انت شغال فيها في الاصناف بتاعتك، فبالتالي تقدر تو ماكسمايز السيلز من اصناف معينه، هي دي اللي هتعمل معاك الفرق. العروض الاكثر مبيعا ولا الاكثر فايده؟ لا، العروض الاكثر فايده يا دكتور البروفيتابل.
الموست بروفيتبل احنا بنحسبها حاجتين، انا عايز لان الاكثر مبيعا هتكلفك انت كصيدلي كوست فلوس كتير، لكن الاكثر بروفيتبل هتزود الكابيتال جين، راس المال عندك هيزيد، صيدلتك هتكبر في وقت صغير. فممكن حاجات اكثر عروضا تاخدها بس ما تاخدش منها كميات كبيره، لكن الموست بروفيتبل ركز فيها. يا ريت بقى لو هو موست بروفيتبل وفاست موفينج، تبقى انت كده خدت الاثنين مع بعض وخدت الاثنين مع بعض. اتفضلوا انا مع حضراتكم. حد في عنده اي تساؤل؟ خلاص اوكي، انا هسيب لكم لينك الفيديو عندنا اوكي على القناه، ولو اي حد عندكم عايز يسال اي سؤال، واحنا ان شاء الله بنلونش السيرتيفيكت الجديده اسمها الفارماسي بزنس مانجمنت، فارماسي بزنس مانجمنت سيرتيفيكت، لو حضرتك حابب تجوين لها معانا بيباك. احنا بنشكركم على حضوركم ونراكم ان شاء الله في مره ثانيه، هنتكلم في اكتر من ويبينار المره الجايه، هنتكلم بالتفصيل كده المره الجايه عن بعض الويبينارز هقول لكم عليها بس كده المره الجايه للصيادله. هنتكلم عن فارماسي بزنس فاينانس، ازاي تدير صيدلتك كفلوس، فارماسي اوبريشن يعني ايه، فارماسي ماركتنج، فارماسي ستاف مانجمنت، وبعد كده فارماسي سكيلز بلاننج. سعداء بكم وان شاء الله نشوفكم في ويبينار تاني مره تانيه ان شاء الله مع الزملاء الصيادله. شكرا لكم يا شباب، السلام عليكم.